بسم الله. خلاص بس يلا اشربي ماء باقي 5 دقايق يلا. اوكي شبعت. اشرب اكثر اشرب اكثر. اشربي ماء اشربي ماء بسرعة. باقي دقيقة على الاذان يلا اشربي. شبعت. اشربي عشان في المدرسة ما تعطشين. خلصت بطني تعبت. الحين اوكي. بطني يلا خليني اشوف الطبق. حقيقي بيتزا ايطاليه يلا سجل مقاديرها. تعالوا نتجه تعالوا البيتزا. فلفله زيتون اي حاجه انتوا عايزين تحطوها على الوش. ماما اليوم شفت بخلي الافطار بسويكم بيتزا ايطاليه لذيذه. توني تعلمتها من الشيف. اليوم ناكل اكل لذيذ. يس في طبخه ثانيه خلينا نشوفها. اوكي ملح فلفل خميره ميه. حق الطبخ. ماما باقي ساعتين على الاذان روح اطبخي شيء. بعدني بعدني يا ستي اتعلم يلا روحي. خليني اركز مع الشيف. اوكي متحمسه على الافطار. يا اليوم ناكل احلى اكل. هذا اكلكم. ماما شو هذا؟ احمد انا مش طبخت لي سمك ورز. ماما قعدتي 4 ساعات تستعملين في التلفزيون اخر شيء ما طبختي بيتزا ايطاليه. اذا تريدين تاكلي كلي اذا ما تريدين تاكلي يلا روحي. اوكي اخر زمن قوم ارمي الزباين ان شاء الله. يلا بس يلا روح سوبر ماركت وروح اشتري حليب واشتري قشطة. انزين روح درس اختك روح درس اخوك روح اغسل مواعيد يلا. بابا كل هذا كيف الاحد؟ هاي طلبات شوي لا تخليني اتذكر زيادة. اوكي 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 امسك شيء. قوم نظف الصالة قاعد تلعب جيم. قوم اوكي مايا. اللهم اني صائم بس. ايه ما لقيتها اكيد شافت شلتها شافها شافت عاني. خلاص خلي ولي والله يحمد ربهم بياكلوا سمبوسه. خلاص ما بسوي سمبوسه خليهم يسووا حاجه ثانيه. ماما تريدين مساعده؟ لا شكرا بنتي انا بنظف بروحي. ماما لولا انت تعبانه من الصبح تشتغلين. شكرا بنتي انت روحي ارتاحي. اوكي ماما انا بقص السلطه روحي ارتاحي. لا لا خاف تجرحي ايدك بالسكين مو زين. أنا كبيرة أنا أصلا خلصت. شوفي براحتك ماما. ماما اليوم بطبخي هريس الجيمات سمبوسة برياني معجنات نبغى وايد نبغى شوربة فينتو عصير ثلج وحلو. بس هذا رمضان بس راح تاكلوا أشياء صحية. بس بسوي سلطة وشوربة وماي وبس ورب. إما بكون صايمين باكل لذيذ. ها شهر واحد بس هالمرة أريكم تضعفون. لازم هالمرة تاكلون أكل صحي. ما على الأقل سمبوسة بس. هالمرة كلنا راح نسوي رجيم. اليوم بطبخ حق عيالي أحلى أكل. بسرعة 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 بسرعة. شو بطبخي؟ ملح كذي شوفي بنتو. يلا بسرعة ما في وقت. اليوم بطبخ 10 أصناف. باقي على نظافة ساعات ما في وقت. يلا خلصت من العجينة حب اسوي سمبوسة. اوه جهزت العصير. يلا سوي شوربة. استوت الشوربة. سمبوسة
بيتزا. الحمد لله شبعت. ما ضربوك. قوم شيل المواعين وغسليها. المواعين ما اقدر بطني مليانه. ما في، يلا روحي ودي. اوكي. شوف مسلسلي ان شاء الله هالمرة بختم القرآن كامل. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله. يا سعد التليفون بدل ما تقرأ القرآن قم اقرأ القرآن. اوكي ماما. تعرفين بنتي ان الاجر في رمضان مضاعف. اوكي حاضر حقرأ القرآن. شاطرة الله يهديش. الحمد لله ختمت القرآن. تفضل أم محمد. دام فضلك، شو أخبارك؟ كيف حالك؟ من زمان ما شفتش. الحمد لله بخير. يلا خلينا نسولف. حرام الحش. استغفر الله اللهم اني صائم. استغفر الله اليوم رمضان. اللهم اني صائم. استغفر الله. اطلعي برا لا افطر عليش. ماما ما تبي اذن. اصبري بعد ساعة. اوكي. خلي شوف شو طبخت ماما. ماما شو طبختي؟ طبخت شوربة خضروات. شوربة لحم صالونة ما احب. اذا تريد تاكلي تعالي، اذا ما تريدي تاكلي روحي. احمد ربي شاكل صحي. اطلعي برا. ماما شو تسوي؟ يا تسوي عصير. كسري تو بس يكفي. اوكي حطيت السكر. سكر مو زين. لا احب سكر عشان يصير حلو. هذيك مره ما سويت سكر ما صار حلو. هو صافي للسكر. اوكي سوي ثلج بعد ما نزع عقب تمرضين. اوكي يلا روحي خلاص. بحشيها جبن. لا ماما شو تسوي؟ سمبوسه جبن. ما احب سمبوسه جبن، احب سمبوسه دجاج. احمد ينبش. بكره بسوي سمبوسه دجاج. لا ما لي بكره، لي اليوم. انت كل شيء ما يعجبش اطلعي برا لا افطر عليش. Did you know?
كيف التصوير؟ أريد أكل. أنا طبخت الأكل، لازم تصبرين. آه منش، هي لا تنسي السمبوسة بتخرب الصحن. شوي انتظري. آه أوكي، أخذ صورتين. شكرا، ياي عشان انتي صايمه اليوم، ياي
فترة. مش اوكي. فاطرة كنت تكذبين علي وخليتيني اصرخ على شفا شفا مسكينة كانت صايمة. ما اسفة ماما. اوكي هالمرة سامحتي بس ثاني مرة يا ويش تكذبين او تفطرين. اوكي اوكي شطورة. اسفة شفا اللي ظلمتك. خذي شكرا ماما. عفوا.